بالعيد يجيبوا بالعيد يجيبوا له عبد قبل ديال شكون كيش ربوع هذا كيش ربوع يقعد هذا هاونا كان معشمه يقعد غادي هذا كان حاجه اللي دار بالحاجه لي محمود الحاجه لي محمود محمود اللي دار المد بعدين محمود المد الله يرحمه عجب ما غادي غادي يقول بدا ديار بعد طاحت طيح طلعت من جين خرجوهم بعد حضروا مرش بعد رجعوا بعد تحوا انا معلم مرشخ نتاع البلاد ما خدم فوتي بس مشكلته كوتو ليه بعد فوتي يا عبد التليفون عبد التليفون هذا هذا كان مرش كان مرش لا قبل مرش كيف مرش 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 محمود عايش انا اكبر منك انا اكبر منك هدي عمرك مش بعد انا عرفت ديما نعرفها ديما بطحه قلت قبل بطحه اشكالها قبل بطحه مانيش قال لي قال لي الخوف تاع درجين هذوك باب ازرق هكا باب ذاك تاع الحل سي محمود الله يرحمه وعندهم الدكتور محمود انا دار هاي بدور بعد هدي بعد بعد طيحوها وشو يعمل هالشيء هذا الجماعة المرجي ما غادي حتى ما نهي المرجي حتى حضر المرجي بعدها ولا ما نهيش أمانيل بدو رجيحة المرشي قبل ما يولي المرشي اللي عليه وغادي كيف شكين شكون هذي كله كان ديال ما كانش بطحة غادي نلعبوا فيها كورة وجبت تغرب شكينة كان جبل وانا سيقولوا لازم تقول لا لا سمحني علاش كان جبل علاش ما ضمناش عليها لا هي اصل تحت اصل تحت التيران في المقبره وهي اصبره كل كانوا يدفنوا غادي حولناها في اليوم البلديه حولناها